ده ولدي والذنبي. الخليفة قال لي بيموت يوم 220 حول. وش أقول؟ مزمن لا تقول غربان. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت. لدارك توصل اللي بيت الإنجليز الكام مقفولة؟ حرام نبيع الخمر. جبت ده؟ هاي طبعا انت ما طلعت لنا الحلة المعولة دي. الخرطوم ما شفتها. أنا ما عندي بكرة. حابس روحك معي ليه؟ ده ما بيشغل الفهم؟ حفظ بس؟ لبست الأسود في حياته ولا الحزن بقى عادة؟ أنا لو مكانك والله يا ولد ملك وبعد ما تم 20 سنة أطلع لهم يساني.